شبكات وإيقاعات يرتبط المسحرات بها. هذه الشخصية المحببة للأطفال والكبار بطقوس شهر رمضان المبارك من خلال هذه الآلات، وهي الطبل والسرناش والطبلة، نغمات وأغاني تراثية ورقصة التشوبي. وترى حوله الأطفال والكبار منتظرين وصوله لأبوابهم، والتي تعبر عن الأجواء الرمضانية الخاصة في مدينة بعقوبة. أنا يعني أفطن أنه الولد يعني أهل الطبل يعني من أنا وصغير أنه هم نفسهم يعني حتى بالأوضاع التعبانة يعني كانوا يتعنون خطية ويدقون يعني حتى بالأيام اللي ما يجون يعني نفتقدهم، عندنا أرقامهم يعني نخابرهم وكذا وهيك شيء، يعني أجواء رمضانية حلوة. ويقول قاسم: هذه المهنة ورثناها من آبائنا وأجدادنا ونعمل بها منذ سنوات عديدة، وحتى الأيام التي عانت منها ديالة من الحرب ضد داعش كنا نتحمل معاناة الوصول لهذه المناطق من أجل أن نحافظ على هذا التراث. في شهر رمضان تجي أنا وأخويا وأجي أنا ونسيبي ندق، هاتي صغير وياهم أجي بالمنطقة، والمنطقة أندلها من الحديقة، كان قبل ما تنبني شو اسمه الأطفاء هاي صحوا لها الحديقة، من الحديقة تدور الضباط هاي ندقها، يعني نرجع كنا قبل نبدي بالثنتين بالأربعة بالأربعة ونص كل شيء ينتهي. تراث محبة الطبل أكثر شيء من الموبايل، الموبايل شغلة عادية يعني اللي يريد يطلع لك يريد ما يطلع لك، هو يحب الطبل يسأل عليك حتى لا ما تجي لا مريض لا فشي يسأل عليك. والحمد لله وشكرا إن شاء الله، يعني حتى كانت بالأوضاع المزينة احنا نجي العالم تعرفنا تريدنا ومستمرة إن شاء الله. من المعروف أن عمل المسحرات يقتصر على شهر رمضان فقط، أي إنها المهنة الوحيدة التي يعمل صاحبها شهرا واحدا في السنة، وبعدها يستريح حتى العام المقبل ليعاود من جديد. من محافظة ديالى حسن الشمري، التغيير الفضائي.